هنروح دلوقتي لموضوع مهم يتعلق باستضافة وزارة الداخلية لشباب وبراعم مشروع بشاير الخير وأسرهم لقضاء يوم رياضي وترفيهي داخل نادي ضباط الشرطة بالإسكندرية. طبعا احنا شفنا قبل كده تقرير لنفس الفكرة، الاستضافة في النوادي التابعة للشرطة ويوم ترفيهي حتى لأبناء الأحياء اللي انتقلوا من الأحياء سابقا العشوائيات إلى المناطق التي تم نقلهم إليها زي الأسمرات وغيرها. ده طبعا تحت رعاية رئيس الجمهورية وفي إطار مبادرة كلنا واحد. مش هنسيبك تعيش هنا، مش هنسيب أطفالنا يطلعوا كده، لا يمكن. طول ما أنا موجود مكاني ده والله لا سيب الناس كده أبدا. هي الدعاية لينا تبني الدولة المناطق الحضرية الجديدة لتبني معها الإنسان وترتقي بطموحات وتطلعات أجيال عانت من عشوائية البناء لفترات طويلة. بشائر الخير واحدة من المناطق التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إقامتها كبديل لمنطقة غيط العنب العشوائية بالإسكندرية، لتحمل معها الخير لبراعم وشباب انتقلوا للعيش فيها بأحلام وطموحات جديدة لم تكن موجودة من قبل. عملنا معهم إيه؟ عملنا معاهم ان احنا ادخلنا البهجة والفرحة عليهم وغيرنا حياتهم وحياة ابنائهم. هي بداية لينا، هي بداية جديدة، حياة لينا، حياة كريمة، مصر جديدة بينا، اجيال والخير مالينا، حلم وشوفنا بعينينا وبكرة طالع بين ايدينا. وزارة الداخلية تحرص على التواصل الدائم مع قاطني تلك المناطق، فقد وجهت دعوة لبراعم وشباب منطقة بشائر الخير وذويهم في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لقضاء يوم رياضي وترفيهي بنادي الشرطة بالإسكندرية، حيث تم اصطحابهم وأسرهم وتوزيع الملابس الرياضية عليهم وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الألعاب الرياضية. بشاير الخير دي حققت لنا كل احلامنا، حياتي فرقت كتير. المكان الجديد ساعدني ان انا اعمل حاجات كتير. الرئيس عبد الفتاح السيسي صراحة حقق لنا امنياتنا، مدينه كويسه جدا، كل الطرق بقت سهله، كل الاماكن بقت كويسه قوي، ولسه اكيد من احلى الاحلى. البشاير مكان حلو، مكان نظيف، خلاني احلم اني اكون دكتوره، واصبح دلوقتي مكان محترم، في حياه ادميه للناس، الناس قادره تعيش. البشاير جميله الصراحه، ولما عائلتنا كلها ومبسوطين قوي فيها، وبنشكر الرئيس عليها. ايوه شكرا مش كفايه، شكرا مش كفايه، نور جديد كنت البدايه، تحيا مصر هنعلى بيها، ايد في ايد واملنا فيها، بكره وياكم نساعد، ايد في ايد والكل واحد. فرحة كبيرة على وجوه براعم وشباب منطقة بشاير الخير وأولياء أمورهم بهذه الدعوة الأولى من نوعها التي توجهها لهم وزارة الداخلية، وبالتغير الكبير الذي طرأ على حياتهم إلى الأفضل ربما يفكر هؤلاء في رسم لوحة تعبر عن أحلام تحققت وطموحات يسعون إلى تحقيقها في ظل حياة كريمة وفرها لهم رئيس الجمهورية. هي بداية لينا، على
فرحانه قوي عشان كنت كان ما كنتش احلم ان انا اجي المكان ده اهوت وهما جم اخدونا. ركبت الخيل ولعبنا سله وعملنا حاجات كتير ونزلت البسين. الحمد لله اليوم كله استمتاع بجد للولاد ولينا. يوم جميل النهارده مع الضباط وضباطات الشرطه. اللي فاتوا يوم زي ده ممكن هيبقى يعني خسر كتير. اول مره نعمل كده اصلا في حياتنا. الشكر مش كفايه للرئيس على اللي هو بيعمله لنا ده، من اول بشاير طبعا بتاعتنا لحد الملاعب ولحد ان احنا وصلنا لحد هنا. دي طبعا مش كلمه شكرا مش كفايه للرئيس. ايوه شكرا مش كفايه، شكرا مش كفايه، نور جديد كنت البدايه، تحيا مصر هنعلى بيها، ايد في ايد واملنا فيها، بكره وياكم نساعد، ايد في ايد والكل. هذه الاحتفالات الترفيهية والرياضية التي تحرص وزارة الداخلية على إقامتها لقاطين المناطق الحضرية الجديدة بدعوتهم لأندية الشرطة هي تأكيد على الاهتمام الذي توليه الوزارة لهم ودعمهم، تماشيا مع توجه القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة لهم يحققون من خلالها أحلامهم وتطلعاتهم. هي بداية لينا، هي بداية جديدة، حياة لينا، حياة كريمة، مصر جديدة بينا، أجيال والخير مالينا، حلم وشوفنا بعينينا، وبكرة طالع من جديد. أيوة شكرا مش كفاية. جيت هنا اتبسطت جدا وبشكر الرئيس السيسي والشرطة بجد. أنا عايزة أقاكي كل مرة في المكان ده، المكان ده جميل جدا. أنا جيت النهاردة عشان ألعب الماتش الحلو ده، مش الماتش بس هو اللي حلو، ده المكان جميل. عايزة أقول للرئيس شكرا قوي، شكرا على الفرصة اللي اديتها لنا، وبجد يعني من غيرك ما كناش هنعرف ناخد الفرص دي والخطوات دي في حياتنا. وبشكر سيادة الرئيس على اليوم اللي قضيناه النهاردة، وبنحبك يا رئيس. هي بداية لينا، هي بداية جديدة، حياة لينا، حياة كريمة، مصر جديدة بينا، أجيال والخير مالينا، حلم وشوفنا بعينينا، وبكرة طالع من جديد. أيوة شكرا مش كفاية، شكرا مش كفاية، نور جديد كنتوا البداية، تحيا مصر هنعلى بيها، اتفيد وأملنا فيها، بكرة وياكم نساعد، ايد في ايد والكل واحد.